مرحبا بكم متابعي قناتنا في هذا الفيديو الجديد الذي سنذكر فيه تردد قناة أفلام أجنبية جديدة. هذه القناة فعلا رائعة. لماذا؟ لأن هذه القناة تقدم أفلام أجنبية بدون فواصل، بدون إعلانات ولا ملل. إذن بسرعة ننطلق في إضافة تردد هذه القناة. دائما مثل ما تعودنا من القائمة الرئيسية نختار التركيب، ثم قائمة تي بي أو قائمة الترددات لتظهر ترددات الريسيفر. نقوم بالضغط على زر الإضافة ليظهر أو تظهر هذه الشاشة. نقوم بإضافة التردد، ركزوا معي في تردد القناة، سنضيف التردد. قبل ذلك أرجو منكم الإعجاب بالفيديو بالضغط على زر الإعجاب. إذن التردد بسرعة هو 12604 والترميز 27500 والاستقطاب عمودي. نقوم بحفظ هذا التردد ثم نبحث في التردد. طريقة البحث مثل ما قلت دائما بالضغط على الزر الأزرق في الريموت كنترول أو الزر المناسب للبحث عندك، فقط اقرأ اللون المناسب. حذاري أن تخطئ فتحذف القناة أو تضيف أو تعدل، وفقط ابحث بالزر الأزرق. تظهر شاشة البحث كما تشاهدون، اعتذر على السرعة، ثم تضغط على موافق ليبدأ الريسيفر في البحث عن هذه القناة التي ستظهر باسم اف ام. هي قناة جديدة اسمها اف ام كما تشاهدون. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.